مبعدة من جانب معتصم المناهل جبريل بانغورا. فريق النيل خطيرة جدا ومحمد كمال إلى جبريل بانغورا، يعود أكثر للحارس محمد كمال. تمرير ناحية جبريل بانغورا، جبريل بانغورا يبعد الكرة على الإبعاد إلى الركنية من جانب المقامة الآن دون مقابل. مبعدة من جانب دفاع فريق النيل، لعبت من بداية هذا اللقاء كرة لمصعد فريق النيل. شمال دارفور